الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، نعبده ولا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، بادئ ذي بدء إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله تبارك وتعالى أن تقبل منا ومنكم هذه الأوقات وهذه الجلسات، وأن تكون في صحائف حسناتنا يوم العرض عليه، اللهم أمين يا رب العالمين. ثانيا، أريد أن أبشركم جميعا، أبشركم بحلول هذه الأيام المباركات، ألا وهي الأشهر الحرم، خاصة وخاصة منها حلول العشر الأول من شهر ذي الحجة، التي هي محطة إيمانية للتزود فيها بالأعمال الصالحة كما وصف نبينا صلى الله عليه وسلم. فنحن وحضراتكم نعيش في أيام مباركة، أيام اختصها الله تعالى وفضلها، وقال ربنا عز وجل ذلك واضحا في كتابه الكريم. قال الله لنا في كتابه في سورة التوبة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. حددها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي الأربعة، فقال في حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جماد الأخرى وشعبان. My dear brothers and sisters, right now we are living in such blessing days. Allah subhanahu wa ta'ala honor us to be living in these days, because this is the days Allah Azza wa Jal mentioned to us in the Quran Kareem, it's the most blessing days. Allah subhanahu wa ta'ala in Surah At-Tawbah, He told us that Allah Azza wa Jal, when He created the heaven and earth, made the year 12 months. And Allah subhanahu wa ta'ala choose from the 12 months, 4 months only, being a sacred months. No fight. Even Arab before Islam, al-Jahiliya before Islam, they agreed on that since Ibrahim alayhi salam. There is 4 months, no fight, no war, it's peaceful months to respect the house of Allah, al-Ka'bah. Anybody can make pilgrimage, make umrah, make hajj, whatever, in peace. So Allah subhanahu wa ta'ala mentioned to us in Surah Al-Tawbah that He created the heaven and earth and the calendar. The Islamic calendar is 12 months, and Allah subhanahu wa ta'ala choose 4 of it to be a sacred month. So Allah subhanahu wa ta'ala order us in this verse, فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Do not oppress yourself. العلماء تحدثوا كيف أظلم نفسي؟ لماذا وصى الله تعالى خاصة في هذه الأربعة الأشهر؟ قال الله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. لماذا قال الله خاصة عن هذه الأشهر فلا تظلموا فيهن أنفسكم؟ قالوا: لأنها أيام مباركات يسح الله عز وجل فيها الخير سحا، وهي محطات للتزود بالإيمان على مدار العام. وآية الله سبحانه وتعالى منشن specific: In these 4 months, we have to do not harm yourself or do not oppress yourself. It means do not be short in your good deeds. Increase your good deeds, especially in these 4 months. Why? Because it's such a blessing month. Allah subhanahu wa ta'ala will multiply the reward in it. So the scholar said this is 2 meanings. First one is you have to increase your level of iman and doing good. Try to figure out anything good to benefit the others. Fast a lot, read Quran a lot, increase your ibadah to Allah. Second is, do not oppress yourself in it. By mean, فَلَا تَظْلِمُوا فِينَا أَنفُسَكُمْ. It means, do not act any kind of sin. Keep yourself away from sin. Do not harm yourself. Do not oppress yourself when you do
bad sin, especially in this specific month, Allah subhanahu wa ta'ala explained to us about it in the Quran Kareem. Allah subhanahu wa ta'ala min rahmatihi wa fadlihi annahu ja'ala lana mahattat natazawadu fiha bitta'a. والله سبحانه وتعالى وضح لنا في كتابه الكريم أنه فضل بعض الأمور على بعض، ففضل الله تعالى بعض النبيين على بعض، وفضل الله عز وجل بعض الأماكن على بعض، وفضل الله عز وجل بعض الأوقات على بعض، فضل بعض النبيين كما قال ربنا عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ففضل الله تعالى اختص منهم خمسة سماهم أولو العزم من الرسل، وفضل الله تعالى بعض الأماكن على بعض، فقال الله تعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. قال الله تعالى عن مكة المكرمة أنها من أماكن المقدسة، وأيضا عن بيت المقدس، فقال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فهذه بقاع فضلها الله تعالى واختصها الله سبحانه وتعالى. وفضل بعض الأوقات كما فضل سبحانه وتعالى ليلة القدر على سائر الليالي، وفضل الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة كما قال ربنا عز وجل، فقال الله في ليلة القدر إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال الله تعالى عن العشر الأيام الأول كما قال ابن عباس والفجر وليال عشر، فقال ابن عباس هي الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة. ابن عباس رضي الله عنه وارضاه له مع هذه الآية وقف يقول أما الليالي فهي الليالي العشر الأخر من ليالي رمضان، وأما الأيام فهي الأيام الأول من شهر ذي الحجة، فهذه لها ميزة لأن فيها ليلة القدر الليالي، وهذه هي الأيام لها ميزة لأن فيها يوم عرفة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام أن من صام عرفة كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه إني لا أحتسب على الله عز وجل من صام يوم عرفة أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. My dearest brothers and sisters, Allah سبحانه وتعالى preferred some prophet other than others, and Allah سبحانه وتعالى preferred also some places than others, and Allah سبحانه وتعالى preferred sometimes than others. First, in Quran Kareem, Allah mentioned to us in Surah Al-Baqarah, تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. And for the places, Allah subhanahu wa ta'ala swear by Mecca, and Allah subhanahu wa ta'ala told us about the blessing of Bayt al-Maqdis in Surah Al-Isra. And also, Allah subhanahu wa ta'ala talked to us about the blessing of the time when he talk about the ليلة القدر. When Allah سبحانه وتعالى said إن أنزلناه في ليلة القدر. My question is, who can repeat this? مين يرد لنا يكرر لنا الكلام ده؟ في أماكن فضلها الله، في أوقات فضلها الله، في أنبياء فضلهم الله. عايزين نحفظ الترتيب ونحفظ الآيات. البشر كلهم ليسوا سواسين، والأماكن كلها ليست سواسية، والأيام كلها ليست سواسية، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه شمس هو يوم الجمعة، فليست الأيام كلها سواسية عند الله سبحانه وتعالى، فيجب أن نأخذ هذه البركات وهذه المواسم ونجتهد فيها ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فيها. المهم الذي يجب أن نعرفه يا إخوة أننا نعيش في أيام مباركة، أيام فضلها الله تعالى، وأيام أيضا أمرنا الله عز وجل فيها بعدم ظلم أنفسنا، فقال الله لنا معلما فلا تظلموا فيهن أنفسكم. العلماء يقولون ظلم النفس بمعنى عدم الإكثار من الحسنات فأنا ظلمت نفسي، أو عدم اختلاف السيئات فأنا أكون ظلمت نفسي، فالله سبحانه وتعالى يريد منا الخير في هذه الأيام، خاصة الأيام التي فضلها الله وزكاها الله سبحانه وتعالى. وهناك حديث نختم به الإمام الطبراني رضي الله عنه وأرضاه. إحنا نعرف المشهور بتاعه المنطوق بتاعه، لكن لفظ الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه من رواية الإمام الطبراني رضي الله عنه وأرضاه: اطلبوا الخير دهركم،
يعني اطلب الخير كل طول السنة. وتعرضوا لنفحات رحمات ربكم فإن لله نفحات من تعرض لها لا يصيبه شقاء أبدا. واسألوا الله أن يؤمن روعاتكم وأن يستر عوراتكم. اللهم أمين يا رب، اللهم أمن روعاتنا واستر عوراتنا يا رب. يا رب غلاب يديك يا رب، يا رب يا رحمن يا رحيم، اللهم إنا نسألك أن تستر عوراتنا وأن تؤمن روعاتنا ولا تفضحنا بين خلقك ولا يرمى العرض عليك يا رب، يا رحمن الدنيا والآخرة يا رب العالمين. هذا إخوة حديث رواه الإمام الطبراني رضي الله عنه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ما الثاني في الحديث، عن أبي هريرة رضي الله عنه: اطلبوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمات ربكم فإن لله نفحات من تعرض لها لا يصيبه شقاء أبدا. واسألوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. هذه رواية. أما رواية أخرى لابن عباس أيضا رواه الإمام الطبراني يقول المشهورة بتاعتنا: ألا إن لله في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها فلعله أن تصيبكم منها نفحة فلا تشكون بعدها أبدا. فيخوى هذه دعوة أن نستغل هذه الأيام، لا تمر بنا هذه الأيام كما مر بنا سائر أيام السنة، فهذه أيام فضلها الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم حسن عبادة الله في هذه الأيام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا القليل وأن يعفو عنا الكثير. اللهم إنا نسألك يا ربنا يا رب كل شيء ومليكه أن تغفر ذنوبنا. اللهم إنا نسألك أن تغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى إلا غفرت لنا ورحمتنا. اللهم يا غفور اغفر لنا ويا تواب تب علينا. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا. اللهم لا تفضحنا بين خلقك ولا يوم العرض عليك يا رب العالمين. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم اسلل سخيمة صدورنا. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم وحد صف المسلمين وجمع كلمة المسلمين وانصر أمة الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم كل المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كل إخواننا في الشام وكل إخواننا في العراق وفي ليبيا وفي اليمن وفي مصر وفي بورما وفي جنوب أفريقيا وفي كل موطن فيه مسلم مستضعف يا رب العالمين. يا غياث أغث المسلمين، اللهم يا غياث أغث المسلمين. اللهم أذن لأمة التوحيد بأمر رشد يعز فيها أهل طاعتك. اللهم إنا نسألك لإخواننا في المسجد الأقصى والمرابطين على ثغور المسجد الأقصى أن تنصرهم على عدوهم يا رب العالمين. اللهم يا من قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم. اللهم إنا نسألك أن ترد لنا المسجد الأقصى. اللهم رد لنا المسجد الأقصى. اللهم حرر المسجد الأقصى. اللهم كل إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم كل إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم انصرهم نصر عزيز المقتدر يا رب العالمين. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وشكر الله لكم، جزاكم الله خيرا.